اسمك؟ سعد. كم عمرك سعد؟ ما نقدر نصرح. ليش ما تقدر تصرح؟ لأن في أشياء يعني ما نقدر نصرحها يعني. هو سر؟ صح سر. ليش سر؟ لأن هو خصوصية، أنا ما أحب أطلع خصوصيتي. في أي صف؟ أنا إذا أنت قلت أي صف أنا راح أعرف كم عمرك. يلا. أنا صف أولى. أولى؟ أي. زين خلاص أنا راح أتعامل معك إن أنت أولى، أوكي؟ يلا أوكي. تصوم رمضان ولا ما تصوم رمضان؟ أصوم رمضان. شلون بأولى وتصوم رمضان؟ أقدر عادي، من الساعة 4 إلى الساعة 12. كم عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، تصومين رمضان ولا لأ؟ لأ. ليش لأ؟ ما أدري. السنة اللي طافت ما صمتي ولا يوم؟ صمت يوم وبغيت أموت. يا جماعة حرام عليكم. جماعة ماي. ماي عطشانة، أبي ماي. بغيتي تموتين؟ ليش؟ من وايد يعت. يعت. زين لأي ساعة صمتي؟ من الساعة 10 الصبح. 10 لما قعدتي من النوم؟ إيه. إيه. من الساعة 10 الصبح للساعة 3. من الساعة 10 للساعة 3. 5 ساعات. شو اسمك؟ سلمان. وأنت؟ محمد. كم أعماركم؟ 11. 10. راح تصوم هالسنة رمضان؟ إيه إن شاء الله. السنة اللي طافت صمت رمضان؟ إيه. أكيد. 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 زين يعني تصوم اليوم كله ولا تيجي على الساعة 3 تقول راح أكل؟ نشوف. انحشت السؤال. يعني أنت قاعد تأكل قبل الفطر؟ لا. تأكل. أنت راح تصومين رمضان؟ لا. ليش لا؟ ما أحب أصوم. كم عمرك؟ 7. صمت رمضان السنة اللي طافت؟ من برضا. أنت صمت شهر رمضان السنة اللي طافت؟ إيه. وهالسنة؟ بصوم بعد. راح تصوم؟ أكيد. اليوم كله ولا راح تيجي بالنص تبي تاكل؟ يوم كله. اكيد اكيد. انت امه كان يصوم؟ ما شاء الله. شنو الاكلات اللي تحب تاكلها برمضان؟ الاكلات سمبوسه جدتي. امي سمبوسه جدتك؟ سمبوسه امي الغاليه، لازم ناكلها. لازم لازم. قبل شوي قلت جدتي، بعدين خفت ان امك تشوف. لا، لان جدتي هي امي، وامي هي امي بعد، لان هي يعني لماسي. عيش. شنو؟ عيش بيتزا. ليش بيتزا؟ حلوه يعني. جريش. جريش. وانت؟ مكبوس. شرطه. سمبوسه. الجيمات او التمريه. ورق عنب. اي. سمبوسه. اي. جيمات. اي. والفيمتو. والفيمتو. اي. اهم شيء الفيمتو. لا، اهم شيء برمضان فيمتو الاجيال. زين لما اقول لك شهر رمضان شنو اول كلمه تجي ببالك؟ الاكل ولا العباده؟ العباده اهم شيء. ليش تضحك عشان الاكل ولا العباده؟ كلهم كلهم. العباده العباده اهم شيء. هذا من عليها الحكي عليانة دافنينا سوا. الأكل. الأكل مو العبادة. الأكل والعبادة كلهم. شو تقول حق الأطفال اللي ما يصومون رمضان نفس اللي واقف هالصوم؟ لا لا. أحسن لكم تصومون. قاعد يقول لك أحسن لك إن أنت تصوم. لا والله أنا أصوم. بس هو يفطر آخر شيء بالنص.